بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ناخذ الفصل الرابع Application of Derivatives، تطبيقات على المشتقة، وراح ناخذ Analysis of Function، تحليل الدالة من حيث Increase، الزيادة، Decrease، التناقص، والConcavity اللي هو نقاط التقعر. وطبعا راح ناخذ حالة Increase، الزيادة، Decrease، وRelative Extrema. الإكستريما هي نقاط له نهايات عظمى Maximum، له نهايات صغرى منها. راح ناخذ تعريف لتكون عندنا الدالة f of x اللي هي دالة function defined بالانترفل معرفة بالفترة من x1 إلى x2، وطبعا الفترة i هي الفترة بين x1 و x2. راح ناخذ ثلاث حالات. الحالة الأولى f of x1 أقل من f of x2 متى ما كانت x1 أقل من x2، يعني الدالة قيمة الدالة عند x1 هي أقل من قيمة الدالة عند الـ X2، وكانت الـ X1 أقل من الـ X2. وشوف الدالة راح تزايد، فنقول هاي الفترة هي بها increasing عند الـ interval I، وطبعاً الـ slope مالتها راح يصير positive موجب. الحالة الثانية F of X1 أكبر من F of X2، على العلم أنه X1 أقل من X2. راح نشوف أنه من نتجه من X1 إلى X2 الدالة راح تتناقص، وراح يصير بيها decreasing بالانترفل i، والميل السلوب راح يصير الجراف has negative slope، السلوب سالب. الحالة الثالثة الدالة من x1 اللي هي أقل من x2 تبقى constant، يعني f of x1 تساوي f of x2، f of x1 تساوي f of x2 لكل النقاط من x1 إلى x2، لذلك نقول then f is said to be constant بالانترفل. والميل مالته يساوي زيرو، وقلنا المستقيم الخطوط المستقيمة الموازية الأكس أكسس اللي هي الهوريزنتال الأفقية الميل مالته يساوي صفر. عندنا تو ثيورم. الثيورم الأولى هي لإيجاد مناطق الديكريزينج والإنكريزينج. إذا عندي سبوز أف أف أكس إز كونتينيوس، هي دالة مستمرة بالفترة المغلقة من أي لابي وديفرنشابل وقابلة للاشتقاق من الأي إلى بي اللي هي الفترة المفتوحة من أي إلى بي، وقلنا شنو سبب أنه الديفرنشابل بالفترة المفتوحة؟ لأن النهايات نقاط النهايات الانترافل أي بي احتمال نون ديفرنشابل الدالة، وبالتالي راح نشوف ثلاث حالات، ثلاث كيسات. الكيس الأولى، الحالة الأولى المشتقة أكبر من صفر بالانترفل من اي الى بي، لذلك نقول هاي الداله از انكريزنج، الداله متزايده. اذا احنا نوجد المشتقه ونشيك، اذا كانت الداله بوزيتيف قيمها بعد التعويض قيمه اكس تطلع لنا بوزيتيف، لذلك الداله نقول عليها انكريزنج. الحاله الثانيه اذا كانت المشتقه اقل من صفر بالفتره المفتوحه من اي الى بي، لذلك نقول انه الداله f is decreasing متناقصه بالفتره المغلقه من اي الى b. اذا الحاله الثالثه اذا كانت المشتقه ثابته العفو تساوي صفر، لذلك نقول هاي الداله is constant. اذا كانت المشتقه اكبر من صفر فهي increasing، اذا اقل من صفر هي decreasing، واذا المشتقه تساوي صفر هي constant. عندنا ملاحظة مهمة، إذا كانت الـ f of x الدالة function بها critical point نقاط حرجة مثل x يساوي c، وكانت الدالة continuous مستمرة، لذلك يجب أن تكون المشتقة f' عند c تساوي 0، أو مرات or f of f' is not found، أو مرات غير موجودة مثل حالة الـ absolute value y يساوي مثل الأمثلة السابقة شرحناها، y يساوي f of y يساوي f of x ويساوي absolute x عند الصفر، جهة اليمين السوم مالتها positive وجهة اليسار يساوي negative، وعند الـ x يكون قيمة الدالة non differentiable، لذلك هاي طبعا من نقاط الـ critical point. النظرية الثانية كيفية تحديد الإكستريما. الإكستريما هي نقاط لو عظمى ماكسيموم لو صغرى منهم باستخدام المشتقة. نفترض عندنا سبوز سي از كريتيكال بوينت والدالة بها كونتينيوس وكذلك ديفرنشابل قابلة للاشتقاق بجميع نقاط الانترفل اللي تحتوي على السي،
واذا تحركنا العفو تحركنا moving crossing تحركنا من اليسار الى اليمين، فاذا كانت المشتقه change تتغير من النيجاتيف يعني من التناقص بعدين صارت بوزيتيف في التزايد، فهي وصلنا الى نقطه local minimum، يعني وصلنا نقطه الداله بدات تتناقص وصلت الى المينيمم بدات تصعد. واذا صارت تشينج فروم بوزيتيف يعني كانت زايده بعدين رجعت تتناقص نيجاتيف، الداله نقول ماكسيمم. اذا هذا اختبار الاف داش. الحاله الثالثه اف داش داز نوت تشينج ما تغيرت لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، الداله نقول بها نوت لوكال اكستريمم، لا هي عظمى. طبعا قلنا الاكستريمم هي نقاط العظمى الماكسيمم والصغرى او الاكستريما مثل ما عرفنا. ونشوف بالجراف اذا تغيرنا المشتقه تغيرت من النيجاتيف الى البوزيتيف فهي مينيمم، واذا تغيرت من من النيجاتيف الى البوزيتيف من التناقص الى التزايد فهي مينيمم، واذا تغيرت من البوزيتيف الى النيجاتيف يعني من الصعود الى التناقص راح تصير نهايه ماكسيمم. اذا كلها نيجاتيف او كلها بوزيتيف ما بيها نقاط اكستريمم لا ماكسيمم ولا مينيمم. النظريه الثانيه استخدام السكند ديريفيتيف تيست، نشتق المشتقه الثانيه وعلى على فرض انه كونتينوس الداله بالانترفل وتحتوي على النقطه الحرجه. اذا كانت المشتقه الثانيه عند النقطه يعني بعد ما نعوض النقطه سي اكبر من صفر فالداله تكون مينيمم، الداله نقطه نهايه لوكال مينيمم نهايه صغرى. اذا كانت المشتقه الثانيه عند النقطه سي اقل من صفر فالداله لوكال ماكسيمم، اذا يساوي صفر طبعا هنا التيست فول ويفشل الاختبار والداله ربما هاف لوكال ماكسيمم اور لوكال مينيمم اور نايثر، ولا يعني احتمال لو ماكسيمم لو مينيمم. وراح ناخذ اكزامبل هسه بالاكزامبل يريد نترافل الداله بيها انكريزينج او ديكريزينج واريد الماكسيمم اور مينيمم بوينت. الخطوه الاولى راح ناخذ الداله اللي هي اف اوف اكس يساوي اكس سكوير ماينس 4 اكس زائد 3. اول خطوه نشتق الداله، اشتقينا هالداله طلع المشتقه مالتها يساوي 2 في اكس ماينس 2 حسب قواعد الاشتقاق. نوجد النقاط الكريتيكال، النقاط الكريتيكال نساوي للصفر طلعت لنا اكس يساوي 2، خلينا على اكس اكسس الاكس يساوي 2. نبدي شلون نعرف الاكستريمم بوينت اللي هي كريتيكال بوينت؟ طبعا عندنا 2 انترفل من ماينس انفينيتي الى الاثنين اللي هي الكلوز انترفل من جهه الاثنين. راح نشوف انه الداله نعوض المشتقه، المشتقه هي اكس يساوي 2، لو ناخذ نقطه معينه مثلا اكس يساوي 1 فراح تطلع الداله نيجاتيف اللي هي بيها تناقص. لو ناخذ الفتره من 2 الى الانفينيتي نعوض الداله طبعا المشتقه، لو ناخذ مثلا 3 تطلع بوزيتيف اذا انكريز. فاذا الداله من طبعا النقطه مالتنا عند الاكس يساوي 2 قيمه الداله 4 ناقص 8 زائد 3 طلع لنا ماينص 1 النقطه اللي هي 2 اكس والواي مالتها ماينص 1. فراح نشوف عند الفتره الاقل من 2 الداله طلعت المشتقه مالتها نيجاتيف او ديكريزنج، والداله طبعا الانترفل الفتره من 2 للانفينيتي الداله ديكريزنج او العفو نكريزنج. فطبعا نقطه الانقلاب لوكال مينيمم هي من النيجاتيف الى البوزيتيف يعني من التناقص للتزايد هي مينيمم بوينت. صار عندنا فترة الديكريزينج هي من ماينس انفينيتي لاثنين، الانكريزينج من اثنين انفينيتي، والبوينت هي مينيموم بوينت لان تحولنا من الديكريز الى الانكريز. او باستخدام القاعدة الثانية المشتقة الثانية نشتق الاف اوف اكس الاف داش اوف اكس اللي هي اثنين في اكس ماينس اثنين، مشتقتها يساوي اثنين طلعت بوزيتيف، اذا عند الاكس يساوي اثنين الدالة تساوي تكون local minimum value. المثال الثاني ال f of x يساوي x cubic نشتقها f dash of 3x square نساويها للصفر طلعنا نقطة الاكستريمم بوينت اللي هي critical point طلعت ال x يساوي صفر، خلينا ال x يساوي صفر نبدي
نعوض الفترة من ماينس انفينيتي للصفر نعوضها بالمشتقة طلعت لنا بوزيتيف. إذا مناطق انكريزينج زين. نعوض أكبر من الصفر مثلا اكس اكس واحد طلعت لنا كذلك بوزيتيف انكريزينج. إذا الدالة متزايدة في جميع النقاط في جميع الانترفل من ماينس انفينيتي إلى انفينيتي. وقلنا بهيج حالة ماكو نقاط تشينج من نيجاتيف إلى بوزيتيف أو بالعكس من بوزيتيف إلى نيجاتيف. فهاب has no local extremum ما لها نهايات عظمى أو صغرى عند النقطة X أو صفر. أو نعوض المشتقة الثانية نشتق 3x² = 6x ونعوض X يساوي صفر طلعت لنا قيمة يساوي صفر. قلنا النقطة الثالثة إذا كانت المشتقة الثانية يساوي صفر إن الاختبار يفشل وما موجودة نقاط نهايات عظمى وصغرى. ناخذ المثال الثاني الثالث f of x يساوي 3x4 بلس 4x كيوبيك ماينس 12x سكوير بلس 2 نشتق الدالة وطلعت لنا المشتقة. نخلي الدالة تساوي صفر حتى نوجد نقاط الكريتيكال بوينت طلعت لنا نقاط الكريتيكال 3 x يساوي صفر x يساوي ماينس 2 x يساوي 1 خليناها على خط الأعداد. أول روت x يساوي صفر طبعا راح يصير المشتقة تتغير من النيجاتيف إلى البوزيتيف. الروت الثاني طبعا المشتقة تتغير من النيجاتيف عند إلى البوزيتيف. الروت الثالث اللي هو x يساوي 1 تتغير من النيجاتيف إلى البوزيتيف. وطبعا قلنا إن عملية تعويض ناخذ مثلا هنا نقطة أقل من صفر مثلا خلينا نقول ناخذ الواحد أو الاثنين ونبدي نعوضه بالروت ونشيك عند الاكس يساوي صفر عند الاكس يساوي اثنين وعند الاكس يساوي واحد. هسه طبعا العمليه ان الروتات ثلاثه المضروبات لازم نضرب هذا الروت بهذا الروت بهذا الروت. فراح ناخذ هاي الترافل قلنا نرسم خط مستقيم هنا وخط مستقيم هنا وخط مستقيم هنا راح يصير عندنا اربع فترات. هنا طبعا سالب بسالب بسالب طلع لنا سالب. هنا سالب موجب بسالب طلع لنا موجب. هنا الفتره موجب موجب بسالب طلع لنا سالب. هنا موجب 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 طلع لنا موجب. فشنو عندنا فترات التزايد والتناقص هنا ديكريز هنا فتره انكريز ديكريز انكريز. هسه عرفنا مناطق التناقص والتزايد. الديكريز من ماينس انفينيتي للاثنين ومن صفر الواحد هاي الفتره الكلوز. والانكريز طبعا من ماينس 2 للصفر ومن 1 للانفينيتي. هاي مناطق التزايد. مناطق الاكستريمم اللي هي مناطق الانقلاب قلنا راح من ديكريز الى انكريز من نيجاتيف الى بوزيتيف عند السالب 2 هاي النقطه مينيمم. وعندنا من الانكريز الى الديكريز عند الصفر ماكسيمم. ومن الديكريز الى انكريز عند الواحد هي نقطه مينيمم local point. او باستخدام المشتقة second derivative في المشتقة الثانية نشتق المشتقة الاولى طلعت 36x square plus 24x minus 24 نعوض x يساوي 2 طلعت لنا اكبر من صفر. اذا هاي نقاط minimum point. نعوض المشتقة عند x يساوي صفر طلعت لنا اقل من صفر. اذا هاي maximum point. عند الواحد المشتقة الثانية طلعت بوزيتيف إذا هاي مينيموم بوينت. ناخذ المثال الأخير اللي هو f of x يساوي 3x أس 5 على 3 ماينس 15x أس 2 على 3. طبعا هنا نشتق حسب الـ U أس N يساوي N في الـ U أس N ماينس 1 وكذلك هنا للـ X أس 2 على 3 طلعت لنا هاي التالية. هاي الدالة بعد ما نرتبها نريد نعرف الروت مالتها. طبعا هنا عندنا تو كونديشن احدهم روت والثاني هو نقطة الانفينيتي عند الاكس يساوي صفر الدالة تروح للانفينيتي. فاذا النقاط الكريتيكال الحرجة واحد من الروت ات اكس يساوي 2 والثاني اكس لا يساوي صفر. فنخلي الصفر طبعا لان الروت انه واحد مقسم على الثاني. عند الاكس يساوي 2 اقل من 2 هي نيجاتيف الاكبر من 2 الروت بوزيتيف. عند الاكس يساوي 1 3 اقل من العفو الروت اكس يساوي 0 اللي هو اكس 1 على 3
الأقل من الصفر هو سالب باعتبار الجذر التكعيب يطلع سالب، والأكبر من الصفر يطلع بوزيتيف. واحد مقسوم على الثاني، السالب تقسيم السالب يطلع موجب، السالب تقسيم الموجب سالب، الموجب تقسيم الموجب موجب. فصار عندي نقاط التزايد هي من ماينس انفينيتي للصفر، وعلى شرط ان الصفر مو ضمن الفتره، ومن 2 للانفينيتي. طبعا هاي مناطق التزايد، العفو، من ماينس انفينيتي للصفر، الصفر ضمن الفتره لان مناطق التزايد هي، ومن 2 الى انفينيتي هاي مناطق التزايد. التنافس هي الفتره بين الصفر والاثنين، وقلنا الصفر واثنين من ضمن المنطقة. والمناطق change طبعا هنا increase decrease من positive negative، إذا هاي maximum، ومن decrease إلى increase أو من negative إلى positive هي minimum point. أو باستخدام الاختبار الثاني المشتقة الثانية، طلعت هاي المشتقة الثانية، نعوض النقاط، واحد من يفشل بالاختبار والثاني يطلع لنا positive، وبالتالي هو minimum point. وشكراً.